وللحديث عن الأوضاع في قضاء الطارمية ينضم إلينا عبر الهاتف محمد أحمد شاهد عيان من قضاء الطارمية. سيد محمد، مرحبا بكم. مرحبا بكم، تحياتي لكم وتحياتي إلى قناة الرافدين. أهلا بك أستاذ محمد. هلا حدثتنا عن حاثيات الجريمة، وما الذي جرى بالضبط؟ المشاعر الوطنية الجياشة لدى أهالي الطارمية كبيرة جدا ومحبين لوطنهم، وهذه الجريمة يتحملها أهل الطارمية لمواقفهم الوطنية المدافعة عن العراق. وبالتالي فإن فوز المنتخب العراقي هيج مشاعر شباب الطارمية المحبين لوطنهم، مما دعا الشباب إلى التحرك العفوي وجابوا شوارع القضاء محيين الفريق العراقي البطل على هذا الفوز الذي رفع رؤوسهم. وبالتالي استقبلتهم الميليشيات المنضمة إلى الجيش وأوقفت السيارات للتفتيش، وهذا إجراء لا نعترض عليه ولا يعترض عليه أهالي الطارمية، وأنزلوا الناس والتفتيش مثل طبيعي. وبالتالي هذا الصبي ظن أنه غير مشمول بالإنزال فبقي في السيارة وأطلقوا عليه طلقة في رأسه. والغريب أنهم يتعاملون مع الشعب العراقي كأنهم أعداء، كأنهم محتلين. كيف يقتلون طفل لم يبلغ 16 من عمره؟ كيف يقتلون ويتجرؤون على هذه الجريمة؟ وعندما ضربوه حاول الناس إنقاذه وإسعافه وإيصاله إلى المستشفى منعوهم. هذه العملية تدل على حقد دفين. وبالتالي نحن أهالي الطارمية نناشد عشائر الجنوب إخواننا في هذه الملحمة الوطنية. اليوم يتكاتف أبناء العراق بمختلف طوائفهم، يتكاتفون رافضين للتدخلات الإيرانية جميعا. الجميع يهتفوا بشعار إيران برا برا، الجميع يتوحد، الجميع تآلفت قلوبهم. هذه الثورة المباركة نظفت الصدور، ولهذا يتحمل شيوخ العشائر إخواننا في الجنوب إلى إصدار بيانات تندد بمثل هذه الأعمال الوحشية الجبانة التي تنطلق من بعض الصبيان باتجاه الأطفال والنساء وما إلى ذلك، من ما يدل على عدم وجود غيرة أو نخوة عربية أو تصرفات تدل على نذالة وخسة، مما يستوجب أن يكون موقف لشيوخ العشائر بالتحرك. أولا نطالب بدم هذا من عشيرتهم، عشيرة القاتل عشائريا. أبناء الطارمية بمختلف عشائرهم يطالبون بدم هذا الصبي. كانت هناك مبررات للاغتيالات والمداهمات، مبررات كاذبة وجبانة كاذبة، استباحوا الديار، استباحوا المزارع، استباحوا الدماء، استباحوا الأموال، استباحوا كل شيء. وما زلنا نظن بأهلنا في الجنوب خيرا، وإننا قلوبنا معهم، وإننا نقول لهم عليكم أن تتحركوا إلى لواء 22 ولواء 59 ومطالبتهم بإظهار المجرم ومحاكمته، وبالتالي التحرك العشائري. وهذا مطلب جماهيري من أهالي الطارمية، يطالبون بدفع الدية تامة ومحاسبة ومحاكمة هذا المجرم الجاني البخيل إن كان عراقي. فلا يمكن لعراقي أن يتعامل بهذه الوحشية. طيب أستاذ محمد، يعني هي كانت مسيرات احتفالية شهدتها يعني كل مدن العراق، وذلك للفرح بفوز المنتخب العراقي على نظيره الإيراني، لكن لماذا دائما تستهدف أو يستهدف قضاء الطارمية من قبل الميليشيات والأجهزة الأمنية الحكومية؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هناك من الخونة الأنذال الذين يسيئون إلى هذا القضاء المسالم الآمن الذي تقنطه عشائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ربما تفريغ أهالي هذا القضاء من أهله، التغيير الديمقراطي، ولا ربما هناك مخططات كبيرة على هذا القضاء. وإننا ندعو إلى أخواننا كل الوطنيين في العراق من شيعة، وعذرا لهذه المسميات ولكن فرضت علينا هذه المسميات فرضا، أننا نطالب الجميع أن تحتل قضية الطارمية موقع لدى عشائرنا أخواننا في الجنوب، ويوصلنا أولادهم وأحبابهم أننا آل بيت، نحن أهل الطارمية أولاد الحسين بن علي، نحن أولاد علي بن أبي طالب، نحن أولاد فاطمة الزهراء.
بأي منطق يتعاملون مع أولاد الحسين بالقتل والتشريد والتهجير وما إلى ذلك؟ إذا هناك مخطط ليظهره لطالب من ضمن مطالبات أهل الثوار أن يقولوا للناس ما المراد من أهل الطارمية. إذا وصلت الأمور أنه يقتل الطفل وتقتل المرأة وتعتقل المرأة بأي جريمة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ طيب. لنتساءل مع الجنات ومع المجرمين الذين يشهدون الطارمية، لماذا؟ هذا سؤال وجه لكل شيخ عشيرة، إلى كل غيور في العراق، إلى كل وطني بالعراق، إلى كل شريف بالعراق، لماذا هذا الاستهداف لأهل الطارمية؟ طيب أستاذ محمد، في موضوع التظاهرات، هل كما تواترت الأنباء، هل فعلا القوات الأمنية بدأت بإجراءات لمنع خروج سكان الطارمية دعما للتظاهرات التي تشهدها بغداد وبقية المحافظات؟ هل تم منعكم من الخروج بتظاهرات في قضاء الطارمية؟ والله أهل الطارمية يناشدون وينشدون السلام وحريصين على أمن البلاد، ولم يخرج لإجراء مظاهرات في الطارمية، لأن أبناء الطارمية لو خرجوا لاستهدفوا بالقتل والاتهامات جاهزة لكل واحد في الطارمية. والاستهداف وربما اعتقالات وربما مداهمات جاهز، ولكن الشعور الوطني عند فوز المنتخب العراقي يعني تحركت المشاعر الحقيقية الرافضة للاحتلال ومشاريع الاحتلال، وهذا معروف لدى أهل الطارمية. الطارمية النجباء الأخيار الأحرار الرافضين لكل مشروع يدعو إلى تفرقة وتقزيم أهل العراق، ولكن أهل الطارمية هم رجال يتصفون بالشهامة والغيرة والحمية لوطنهم ودينهم، ونحن مع كل صوت وطني يدعو إلى تحرر العراق وتحرير العراق، ومع أي صوت يدعو إلى تغيير هذا الظلم الواقع على الشعب العراقي. محمد أحمد شاهد عيان من قضاء الطارمية، شكرا جزيلا لكم.